سفينتان تابعتان للبحرية التركية تتجه إلى لبنان، وسقوط مدون لمقاتلة الجيل السادس الروسية. أعلنت وزارة الخارجية التركية عزمها إجلاء المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لمغادرة لبنان عن طريق البحر والجو في 9 من أكتوبر تشرين الأول، وذلك في ظل تواصل الهجمات والقنابل الإسرائيلية والتي كما وصفتها تتساقط مثل المطر على جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم إعداد خطط بديلة لإجلاء المواطنين الأتراك بحرا أو جوا، كما أعلنت عن اكتمال الاستعدادات العملية. وتضمن بيان الوزارة معلومات تؤكد إبحار سفينتين تابعتين للقوات البحرية التركية إلى بيروت. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تبحر مساء اليوم سفينتان تابعتان لقواتنا البحرية إلى لبنان، تبلغ الطاقة الإجمالية لها 2000 راكب، مشيرة إلى أنه أيضا سيتم مشاركة التفاصيل المتعلقة بعملية الإخلاء مع المواطنين الذين اتصلوا بمركز الاتصال القنصلي، وإذا لزم الأمر ستستمر عمليات الإخلاء في الأيام التالية. وفي موضوع منفصل، أعلنت الحكومة الروسية إسقاطها طائرة مقاتلة بدون طيار من طراز أوخوتنيك S-70 بنيران صديقة بالقرب من منطقة دونيتسك. وبحسب المصادر الروسية، أقلعت الطائرة القتالية بدون طيار S-70 أوخوتنيك B في أول مهمة قتالية لها قبل أن يتم إسقاطها بصاروخ جوجو قصير المدى من قبل طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الروسية، لأن المسيرة من الجيل السادس فقدت الاتصال بمحطة التحكم الأرضية. وزعم أن الطائرة المقاتلة التي أسقطت أوخوتنيك كانت من طراز Su-57 الشبحية، وأن الثنائية كان يختبر مفهوم لويال وينجمان. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، كانت أوخوتنيك تحمل القنابل من الجيل الجديد D-30SN-UMPB عندما تم إسقاطها، حيث كانت هذه أول مهمة قتالية لها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سبب فقدان الاتصال بالمقاتلة أوخوتنيك هو عطل فني أو أنشطة حرب إلكترونية نفذتها جهات معادية لروسيا.